عم مرحبا بك سامية، هنا في المركز الإعلامي في قبة المنزه، جميع الصحفيين من جميع وسائل الإعلام هنا لمواكبة تطور هذا اليوم الانتخابي. منذ نحو ساعتين كان هناك ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت فيها عن فتح جميع مراكز الاقتراع في ظروف طبيعية وعن بدء عملية القرعة. الحدث الاستثنائي في هذه الانتخابات المحلية، حدث استثنائي لأنه أول مرة يحدث بالموازاة مع الانتخابات المباشرة. هناك قرعة لاختيار 279 من ذوي الإعاقة من بين المترشحين 1028 المتقدمين لهذه المقاعد. وتحضر معنا لمزيد التفاصيل القاضية نجلة العبروجي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مرحبا بك سيدة نجلة. مرحبا. ما هي تطورات سير عملية القرعة لهذا اليوم في مختلف جهات البلاد؟ شكرا. انطلقت فعلا عملية القرعة، انطلقت اليوم في كامل معناها الهيئات الفرعية اللي عددهم 27، وهي قاعدة تتم في مراكز التجميع. انطلقت فعلا منذ 9 صباحا وتنتهي يعني في حدود الواحدة أو الثانية بعد الزوال. بطبيعة هي معناها تتم تبقى القانون، تبقى الإجراءات اللي وضعتها الهيئة، تبقى القرار الترتيبي اللي صدرته الهيئة يوم 7 ديسمبر. بطبيعة باش تصير في كامل الشفافية، وقاعدة تصير أنا زادة معناها وكبت عملية القرعة على مستوى الهيئة الفرعية تونس 2، كنت حاضرة بقاعة التايكوندو، كنت أنا حاضرة وحاضرين زادة معناها أعضاء الهيئة الفرعية متاع تونس 2، حضروا وسائل الإعلام، حضروا ممثلين، حضروا المترشحين معناها شخصيا، حضروا المراقبين، يعني المجتمع المدني واكب العملية بحضور عاد التنفيذ. الحقيقة كانوا في حدود 22 هما مترشح للقرعة، يعني يتنافسوا على 10 مقاعد. تعرف أنت القانون المرسوم عدد 10 خصص الأماكن هذه لذوي القرعة على مستوى المجالس المحلية. مثلا أنا وكبت توا القرعة اللي صارت وتمت فعلا في الهيئة الفرعية معناها اللي تابعة تونس 2، طلعوا معناها 10، معناها وقع تصريح بفوز 10 من ضمن 22 مترشح للقرعة. 6 بتبيعة يعني هما خضعوا للقرعة ووقع معناها جبدنا معناها الأسامي متاحهم وقع تصريح، و4 وقع التصريح بفوزهم آليا بوصفهم معناها مترشح وحيد عن تلك المعتمدية. بتبيعة هذوما 10 يمثلوا 10 مجالس محلية اللي تابعين تونس 2. بتبيعة هما 10 مجالس، يعني باش يكون المجلس المحلي متاع تونس 2، يعني باش يكونوا فيهم المنتخبين بطبيعة بعد معناها التصريح بالنتائج، مع مقعد وحيد مخصص لذوي الإعاقة، هو معناها عضو كامل الصلاحية، كامل الحقوق، كامل الواجبات، ويكون معني بالعضوية والترشح في المجالس المحلية والمجالس الجهوية. بالتوازي مع القرعة هناك انتخابات مباشرة على الأفراد المترشحين، كنا نعرف من حضرتك كيف سارت عملية الاقتراع هذه، وما هي نجم نقولوا ليزابريسياسيون الأولانيين على الإقبال نتاع الناخبين؟ شكرا. معناها اليوم تعرفوا هذا معناها يوم الاقتراع، معناها حلت المكاتب متاعنا، حلينا من 8 متاع الصباح باش يسكروا ان شاء الله 6 متاع العشية. المكاتب الاقتراع والمراكز الكل يعني الاعوان التحقوا باماكنهم منذ معناها الصباح الباكر. عندنا اكثر من 6000 يعني 6173 مركز اقتراع، عندنا 9200 في حدود 9200 مكتب اقتراع. الاعوان يعني الذين يشرفون على عملية الاقتراع اللي هي الجارية في حدود 35000 عون، التحق الجميع بمكاتبهم. إن شاء الله العملية تتم بسلاسة. عنا 9,087,000 ناخب تونسي معني بالانتخابات مسجل. تعرفوا اللي التسجيل الآلي صار يعني في حدود 1,800,000 والبقية تسجيل اختياري. نحن الهيئة نضبط السجل التسجيل يعني الناخبين، السجل الانتخابي، وفعلا ضبطته الهيئة بحساب 9,087,000 ناخب تونسي وتونسية
معنيين بالانتخابات. هذا وقع ضبطه يوم 8 ديسمبر. الحقيقة الأمور ماشية طيبة، عندنا مؤشرات طيبة، عندنا قرابة يعني 870 ألف هذوما اللي حينوا فعلا العنوان متاعهم الفعلي حينوه، وعندنا زادة في حدود 3,700,000 معناها تونسي اطلعوا على التطبيق نجمة 195 نجمة بطاقة تعريف دياز، يعني مؤشرات طيبة مؤشرات باهية. عندنا 2,705 يعني هذوما المترشحين اللي باش يتنافسوا على 2,129 مقعد، يعني 2,129 دائرة انتخابية ستفرزوا عن 2,129 مقعد، مع بطبيعة تخصيص 279 مقعد لذوي الإعاقة يعني بمقتضى المرسوم عدد 10. شكرا لك السيدة عضو الهيئة المستقلة للانتخابات. أول النسب على الإقبال ستكون الإعلان عنها في حدود الساعة 1:30. نوافيكم بأبرز التفاصيل عندها. شكرا.